السلام عليكم أعزائي، وأهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات يلا نطبخ مع ناصر. اليوم راح نشوف طريقة عمل الدجاج المشوي بالفرن. بس قبل ما نبلش، إذا كانت هاي زيارتك الأولى للقناة، الرجاء الاشتراك وتفعيل زر الجرس. شكرا لتواجدكم ويلا نطبخ. بداية، زي ما انتو شايفين معاي دجاجة وزنها تقريبا 1.6 كيلو، غسلتها بالمية منيح وراح انقعها عشان اتخلص من ريحة الزفر. في بول كبير بحط فيه 1 لتر مي، 1/2 كاسة من الخل الابيض، 4 معالق من الملح الخشن، واذا ما كان في عندكم ملح خشن تقدروا تستعملوا الملح العادي، ومعلقة صغيرة كركم. بنحركهم منيح مع بعض بعدين بنحط الدجاجة بالخليط تبعنا وبنفركها منيح فيه. بعدين بنغطيها منيح وبنحطها بالتلاجة لمدة 3 ساعات. بعد 3 ساعات بنطلع الدجاجة من التلاجة وبنغسلها منيح بالمية عشان ننقعها بالتتبيلة تبعتها. وهلا خلونا نشوف مكونات التتبيلة اللي راح ننع الدجاج فيها. راح نحتاج اول شيء راس ثوم مقشر، ونص كاسة لبن رايب، 1/2 كاسة زيت نباتي، 1/2 كاسة خل ابيض، راس بصل صغير مقطع 4، 1/2 معلقة قرفة، 1/2 معلقة فلفل أسود، ومعلقة ملح، 2 معلقة خضار مجففة أو بتقدر تستعملوا مكعب ماجي، وفي النهاية راح نحتاج 1 لتر مي. في الخلاط بنحط أول شيء الخل، الزيت، الخضار المجففة، 1/2 كاسة اللبن اللي معانا، والبصل والبهارات والملح كمان، راس الثوم، وبالأخير مندير 1 لتر المي اللي معانا. نخلطهم كلهم مع بعض منيح، وبعد هيك بنضير الخليط على الدجاج اللي معنا. بعد هيك بنغطيها منيح وبنحطها بالتلاجة ليلة كاملة. وهذه الدجاجة بعد ما خليناها بالتتبيلة اللي عملناها لمدة ليلة كاملة، منيمها من الخليط ومنحطها بالمصفاي عشان تتصفى شوي، وما تكبوا الخليط اللي نعنا فيه الدجاج لأنه راح نحتاجه بعد هيك. بعد ما الدجاج اتصفى من الخليط منجيب صينية الفرن، والأفضل إنه نكون حاطين عليها ورق ألمنيوم. منحط الدجاجة فيها ومنربط الإجرين مع بعض. بعد هيك منشك الدجاج بسيخ الشوي تبع الفرن زي ما انتو شايفين بالفيديو.
بعد ما شكينا الدجاجة على السيخ الشوي مندخلها على الفرن على درجة حرارة 200، شغال الفرن بكون من فوق ومن تحت. وفي صينية الفرن اللي معانا مندير شوية من التتبيلة فيها ومندخلها الفرن مع الدجاج، لأنه راح نسقي الدجاج فيها كل ما اتحمر شوية على أساس إنه الدجاج يحافظ على طراوته. وبنخلي الدجاج يسوي بالفرن تقريبا لمدة ساعتين. ولا تنسوا بين كل فترة والتانية إنكم تضيفوا قليل من الخليط اللي نعنا فيه الدجاج عشان الدجاج يضل طري. بعد ساعتين هذا هو فروجنا، بيكون اتحمر وجاهز. منطلعه من الفرن وهذا هو شكله النهائي. أعزائي، إذا كان في عندكم أي استفسار الرجاء أن تضعوه في منطقة التعليقات أسفل الفيديو. شكرا لحضوركم وصحتين وعافية. وصفات أخرى في قناتنا لذيذة وسهلة نضعها بين يديك.